دلوقتي هنتعرف على مؤمن عنده 15 سنة واخوه محمد 11 سنة، عملوا مشروع صغير في الشارع على قدهم كده، جابوا كولمن وبيبيعوا عصير برتقان للمارة في زهراء مدينة نصر. هذا التقرير لمراسلنا عبد الرحمن ياسين، ونرجع نتكلم في مسألة تعديل الدستور بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في اي حتة. انا الفكره جايه لي من السنه اللي فاتت من الافكار على كورنيش اسكندريه، العربيات اللي بشوفها عربيات الشباب بيعملوها افكار حلوه، بيبيعوا فيها عصاير برضو وكب كيك وبيبسي. قررت ان انا ابدا باول حاجه عصير برتقال الكوبايه بجنيه. بدات في الاول خالص ب 45 جنيه، وبعد كده الحمد لله طورت وبدات اعمل عصير مانجا، وبعدها برضو باسبوع بدات اعمل جوافه. بنشتري الفاكهه وبننظفها وبنظبطها، وجدتي بتعملها لنا بالليل، وبنصحى الصبح تاني يوم على الساعه 12 كده او واحده، وتكون الحاجه متظبطه ومتحطه في الثلاجه وكله. انزل اصبها احطها في الكولمان على طول. صراحه انا بدات في الاول اقول لماما، وبعد كده قلت لبابا. في الاول ما كانواش موافقين. بابا مامتي بيقول يعني مثلا انتوا دلوقتي هتبقوا واقفين في الشارع شكلكم قدام الناس هيبقى ايه؟ فقمنا قلنا له لا يا بابا، هي احنا مش عيب يعني، احنا مجرد هنوقف والناس باذن الله تحبنا، احنا ما بنعملش ولا حاجه غلط ولا اي حاجه حرام، بل احنا بنشتغل وبنكسب من الشغل دوت خبره، وبنتعلم الصبر وبنتعلم حاجات كتير يعني. ماما قالت لي انزل وجرب يعني، اه كده ساعه ساعتين بس. الحمد لله بقى لما لقيتها الفكره نجحت ومشيت فبدأت تشجعني. بدأت بابا حب الموضوع وقعد يشجعنا، بل كمان وقال لنا انا ممكن همدكم بفلوس جيب عربيه. العربيه ديت عباره عن عجله، هيبقى باذن الله نجيبها ونزينها ونحط فيها العصير وكده، وهيبقى شكلها حضاري اكتر باذن الله، عشان نبقى يعني شكلنا اجمل ونقف في حته مثلا زي عباس العقاد، المهندسين، حته حيويه اكتر من هنا. انا بعمل كده عشان الشباب لما يشوفوا واحد زي عنده 15 سنه في اولى ثانوي يفكروا بيعملوا حاجات زي كده واحسن من كده ان شاء الله، وعشان تبقى مصر جميله واحلى. بقول للشباب اشتغلوا، مصر ما فيهاش بطاله، اللي عايز يشتغل بيشتغل وباذن الله تلاقي شغل. انت ممكن تشتغل ابسط شغلانه ابسط شغلانه، وفي الوقت اللي انت بتشتغل فيه الشغلانه البسيطه ديت تقعد تدور على الشغل اللي انت المفروض تشتغله بشهادتك.